احنا طلعنا لتوصيل رساله لا شراكه لا تفاوض لا شرعيه يسقط الانقلاب العسكري لا يمثلنا البرهان ولا يمثلنا اي مدني قاعد في السيادي. هذه الرايات ستنفق في هذه الاوقات ببكتار سعدائنا ما ماتوا عايشين مع اخوتنا. احنا بنحيي ذكرى الشهيد محمد يوسف جوني وبنحيي في ذكرى وذكرى كل الشهداء الأبرار الذين سقطوا في طريق النضال الوطني الممتد. ونحن ببساطة شديدة جدا يمكن أنا وكل الناس القاعدة الليلة هنا طلعت عشان توفي الطريق الخطوه الشهداء طريق الحرية والسلام والعدالة.